هو من الواضح أنه بعد مدة تقريبا عامين من السلطة بتاع النهضة، واضح أنه الإدارة متاعهم والسياسة متاعهم هي سياسة إجرامية في كل المستويات، تسلوا عن طريق الانتخابات والوعود والكذب والمال الخليجي وداخلي الفاسد، ومن اللي طلعوا للسلطة وقع التفقير، وقع التهميش، وقع الرش، وقع الإرهاب، وصيبوا الإرهابيين اللي اعتبروهم أولادهم بقيادة المكتب السياسي ومجلس الشورى جمعا، وعلى رأسهم مرشدهم رشد الغنوشي. واضح اليوم أنه البلاد خربوها وهزوها الهاوية، ومن أبرز المظاهر متاعها القتل والاغتيال، يعني من سحل الشهيد نقذ إلى اغتيال القائد الرمز شكري بالعيد في 6 فيفري على الصباح، إلى اغتيال الرمز ابن الشعب الحاج محمد البراهمي، يعني فين ماشيين بها؟ هذا لهم صحاب كلمة صحوا على مدة عام المجلس وبعد قالوا ما همش صحاب عهد، الحكومات متاعهم في الإدارة معتها إدارة سيئة واستشرى من الرشوة، الفساد، الفقر زاد، التهميش بتاع الجهاد زادت، التحركات الاجتماعية أصبحوا مثل بن علي وحتى أكثر يجرموا فيها ويقمعوا فيها، والإرهاب متسايب. واضح مليح في سوريا، في مصر، وفي تونس، وفي كل المنطقة، أنه الركيزة متاعهم النهب، الركيزة متاعهم أنهم يكونوا تحت الفاسدة قطر. المسألة متاع الصهيونية اللي كانوا يزايدوا عليها أصبحوا يعملوا كل المجهودات متاعهم لعدم تجريم التطبيع، وتزيد عليها معناتها التفقير المستشري، الاقتصاد المنهار، كل القطاعات منهارة، وتسييب معناتها يد العنف وتخويف الشعب، ويحبوا يشدوا كيف ما كان بن علي معناتها المدة طويلة شاد بالتخويف وبالعنف، يحبوا هما التخويف والعنف ليس فقط عن طريق البوليس متاعهم، لكن في نفس الوقت عن طريق التخويف والعمل والاستناد للإرهابيين اللي قالوا عليهم أنهم أولادنا، ولا أستثني فيهم حد، يعني من راشد الغنوشي القائد الكذاب الهارب الهراب للوز، للمنافق اللي طلعوه باش يخفت النيران لكنه متمسك مع طب سلطة النهضة مورو إلى آخره. هو الحد الأدنى اليوم لإخراج البلاد من ما بعد معناتها السقوط في الهاوية، ما بعد السقوط في الهاوية اليوم ماناش باش ننقذوا البلاد من ممكن تهبط الهاوية، ما عادش فيها على كل المستويات، يلزم تنقذوا البلاد من العصابة الإجرامية، ما هيش روابط حماية الثورة، العصابة الإجرامية هي القائدة وهي اللي تتكلم المسؤولة سياسيا والمسؤولة أمنيا في الحكومة، واللي الموقع متاعها الأساسي هو مونبليزير، يعني مجلس الشورى وعلى رأسه رشد الغنوشي. البلاد يلزم تعيش مغير هالسرطان اللي توجد فيها. الحد الأدنى اتفق عليه الاتحاد من أجل تونس والجبهة الشعبية وعدد من المنظمات والأحزاب الأخرى، هو حل مجلس التأسيسي اللي فقد شرعيته من 23 أكتوبر الفارط، وإسقاط الحكومة، وإيجاد حكومة إنقاذ وطني، وتكوين مجلس متاع خبراء يعملوا دستور لجميع التونسيين ديمقراطي مدني اجتماعي، ويوقع
الاستفتاء فيه، والإدارة هذه تكون مدة الحكومة مدة 6 أشهر، ما غير تكون تطوعية، والناس اللي يكونوا موجودين فيها رئيس الحكومة وأعضاء الحكومة تكون مصغرة ما كثرش ما بين 15 و20، تكون متطوعة ولا تترشح في المرة الجاية. موجود بشكل عام بعض المقترحات، احنا نشوفه انه افضل مقترح مقدمين مبادرة على رأسها الكاتب والمؤلف توفيق بن مريك صاحب جريدة ضد السلطة، والقائد الشعبي والعمالي عدنان الحاجي، وأنا موجود فيها، وبعض عناصر النقابيين وحقوقيين وسياسيين وشباب اللي موجودين في الحراك، يا إما في الحراك في تونس العاصمة أو في الجهات. المبدأ امتها انه لازمنا ناس مستقلين وناس كيف كيف عندهم قاعدة جماهيرية حقيقية، وينجموا يكونوا يبعثوا الوجود امتهم اشارات امتها تطمئن للشعب التونسي، وهذا ما ينجم يكون يطلع على الحكومة هذه إلا من منظمات المجتمع المدني المستقل اللي رعت وحضنت الثورة التونسية، اللي مدة طويلة منذ توجدت هالحكومة هذه المجرمة عملت كل المجهود متاعها من أجل إيقاف الإجرام متاع الحكومة هذه، من أجل الدعوة إلى الحوار، وآخر ما تعمل اللي رعت المؤتمر ضد العنف، ومعروف معتها الأطراف هذه بالتاريخ متاعها وبالنضالية متاعها وبالجماهيرية متاعها، اللي هي الاتحاد العام التونسي للشغل أولا، ومعاه ربيعة حقوق الإنسان وعمادة المحامين. النجم نضيفوا عليهم جمعية المحامين، النجم نضيفوا عليهم الجمعيات النسائية متاع النساء الديمقراطيات، نقابة الصحفيين، لكن هو معروف بالكدا أنه الراعي للحوارات، وخاصة كي نشوفوا آخر مدة اللي رعاه واللي هي مسألة العنف معتها في الجوهر، النضال والقضاء على الإرهاب، اللي رعاه المؤتمر الأخير ضد العنف واللي ما حبتش صحح على الوثيقة متاعه للسي بي آر، وخاصة راشد الغنوشي والجماعة متاعه المجرمة، اللي رعوه كان الاتحاد العام التونسي للشغل وربيعة حقوق الإنسان وعمادة المحامين. ونعتقد من جهة هذا ما يمثلوا أطراف مسؤولة، أطراف عندها جماهيرية، أطراف مستقلة، وأطراف في نفس الوقت عندها علاقات كبيرة بالشعب التونسي، وهي أطراف ديمقراطية ومدنية، وأثبتت أنها عندها علاقات مع الشعب التونسي، وحتى على مستوى معتها دولي، وخاصة أنها تكون معتها لفترة قصيرة متاع 6 أشهر، على مستوى حتى دولي تطمئن. احنا نعتقد انه كيف ما بالضبط معناتها تقريبا كيف ما يترأس الاخ المناضل القائد الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل الاخ حسين العباسي، كيف ما كان مترأس في كل جلسات الحوار الجدية، وفي اخر مؤتمر للنضال المؤتمر ضد العنف كيف ما ترأس الجلسات هذيك، هي مسألة متاع إدارة وقتية لازمها قوة حقيقية، قوة اجتماعية حقيقية. نعتقد أنه القوة متاع المجتمع المدني والعصب الأساسي متاعها والقوة الأساسية متاعها الاتحاد العام التونسي للشغل اللي عنده أكثر من 600,000 ولا 700,000 مخرط، اللي عنده هياكل في كل بلاصة، اللي تتجمع حوله الأحزاب والشعب والجماهير والشباب والنساء من أجل الدفاع على الدولة المدنية، ومن أجل كيف كيف وما ننسوش الدفاع على قوت هذا الشعب. نحن متأكدين أنه الإمكانية متاع إسقاط هذه الحكومة وحل المجلس سيكون بالأساس بالهبة الجماهيرية اللي توجدت قاعديا بوجود المجالس البديلة
اللي موجودة معتها في الولايات وفي المعتمديات، هذيك المجالس القاعدية للسلطة المحلية للإدارة المحلية، وعلى مستوى حكومي لابد من إيجاد قوة اجتماعية وشعبية حقيقية اللي تتمثل في الجمعيات المستقلة هذه، وبالأساس الاتحاد العام التونسي للشغل لما له من دور تاريخي وطني، لما له من بعد اجتماعي، لما له من التساق بالجماهير الشعبية، لما له كيف كيف من ثقة داخل كل الأحزاب السياسية وداخل كل الجمعيات بتاع المجتمع التونسي، ولما له في نفس الوقت من إشعاع دولي.